السلام عليكم خوتي المغاربه، انا ياسميتي نورا، مريضه من مرض الكلاوي خوتي، ومريضه بزاف ومكرفصه ودايره تيو كما شفتو. عندي الكلاوي بجوج ومرضين، كنطلب المساعده خوتي من عندكم. باغا ندير العمليه، راني عندي لا حد لا رحيم، وعندي مسؤوليه ومطلقه، عندي جوج وليدات. الله يجزيكم بخير، راه ربي هو اللي غيجيزيكم لو وقفتوا معايا. راه الحاله ديالي صعيبه بزاف، راه الميكروب اخوتي طالع ليا، وخاصني في اقرب فرصه ندير هذه العمليه. الله يرحم بها الوالدين، شي محسن يدير فيا هذا الخير، اجركم لله. والله والله ما غاديش ندعي عليكم، الله يرحم ليه بكم الوالدين، الله يرحم بها الوالدين. راني كنعاني بزاف من هذا المرض الكلاوي، شحال انا مريضه ومازال ما درتش العمليه اخوتي. الله يجزيكم بخير لما وقفوا معايا. انا جايه من قنيطره حتى الكازا لهنا باش نصور، باش الصوت ديالي يوصل. الله يرحم بيا الوالدين لما وقفوا معايا. راه ما خدامه ما كنقدرش نخدم، المرض ما خلاني كي ندير نخدم، ما عنديش كي ندير نخدم باش نصرف لا على الوليدات ولا باش نخلص الكرا اللي كيتسالني، ولا حتى حاجه ما عندي، ولا باش نشري الدواء. دابا انا حتى الدواء ما واخداش، الميكروب عندي والتيو كيهبط ليا دابا، غير هذاك القيح، والله الا القيح تيهبط ليا الميكروب. البارح الدم هبط ليا منه قسما بالله. كنتمنى شي حد يشوف هذا الفيديو ديالي ويعاونني ونمشي ندير هذه العمليه، وديك الساعات ان شاء الله من نبره ونخدم عليها على راسي وعلى وليداتي، ونخلص الكرا ديالي. وقت كورونا وانا يا هكا مكرفصه، ما لقيتش اللي يعاوني اختي، ما لقيتش، معذبه بزاف، معذبه ومكرفصه بزاف. بغيت شي حد يوقف معايا، راني مش اي لحظه نقدر نموت، اي لحظه الكلاوي يمشيوا ليا، يجيني فشل الكلاوي ديالي في الخطر. بغيت ندير هاد العمليه، ما باغا حتى حاجه، باغا اللي يوقف معايا ندير هاد العمليه. انا باغا شي حد يوقف معايا ندير هاد العمليه، والكرا تيتجمع ليا وما كنخدمش. دابا راكم عارفين ندير التيو، ما عنديش كي ندير نخدم، والصحه على قد الحال، ما نقدرش نمشي ندير شي خدمه، ولا ما عندي حتى شي حاجه، شي واحد يوقف معايا، لا عائله لا حتى شي حد، راني بوحدي سوى الله سبحانه وانتم اخوتي. الله يجزيكم بخير، راه انتم اللي عندي، وربي اللي فوق منا هو اللي شاهد عليا. الرامي تسالى ليا، كنت كندير به التحاليل والراديوات، ودرت العمليه الاولى، ودابا طلبوا لي العمليه الثانيه خاصني، حيت عندي واحد تيوم حجر لداخل في النبوله، وعندي هاد الشكاره اللي دايره في جنبي، وعندي الحجر خصني نهرسهم بجوج في الكلاوي في النبوله. عندي كلاوي بجوج ومراضين، عندي عامرين بالحجر، وعاد التيو اللي محجر ليا خصو تا هو يتحيد. والامو طلع لي المؤشر بزاف، ما هبطش عندي المؤشر، عندي 9.44، يعني فيه الخلاص. امو ما عنديش، ما جانيش هابط. عافاكم عاونوني، الله يجزيكم بخير لما عاونوني. اجيو تكلفوا لي بالعمليه، ما تعطيوني والو ليديا، اجيو نتوما تكلفوا لي بالعمليه، واللي بغى يجي يخلص لي الكرا يجي يخلصوا لي. الله يجزيكم بخير، راه مجموع عليا وما عنديش باش نخلصوا، ولا ما ناكل انا وليداتي، لا من التران ما عنديش باش نمشي فيه. دابا جايه من قنيطره حتى لكازا، ما عنديش باش ركبتها في التران اخوتي. الله يجزيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين، شي واحد يتكلف بالعمليه ويعاونني. الله يجزيكم بخير.